الكلام من 20-30 سنة. له مدير أعمال هون يتابع له بعض أعماله. كانت يعفور هلأ يعني من جديد هيك عم تظهر. مدير أعماله بيبعت له بيقول له في قرنة بضاحية الشام بأطراف الشام اسمها يعفور، والله هذه يعني متوقع لها مستقبل، وفيها عم يشترى أناس مزارع وفيها فلل، وفي لو أنك تشتري فيها شيء. سأل قالوا له صحيح هذا الكلام، فأرسل لمن يقوم بأعماله في الشام أنه إيه نعم اشتري لنا أرض، اشتري لنا كم دنم بدنا نساوي عليهم مزرعة ونطلع فيهم فيلا. بالفعل صار يرسل له أموال، اشترى ثم بعدين سورها، بعدين صار زرع ما أراد فيه الزراعة، بعدين عمل الفيلا، عمل المسبح، يرسل له أموالا. بالآخير في سور حجري مرتب صار على هالمزرعة، الرجل غائب عن الشام. الآن مو نعينه بقى، هذا الرجل كان يبعث له صور انه هي هي المزرعة وهيك صارت الفيلا وهيك فعلنا وهيك رفعنا وهيك خفضنا. لما عاد الى الشام وصل، اول ما وصل بالمطار عم يستقبله اهله واولاده. وين بتحب تروح يا بابا؟ وين روح؟ قال له خذوني فورا على يعفور، فورا بدي اشوف المزرعة اللي عم ببعث لها والاراضي اللي عم ببعث لها. اخذوا على يعفور. بقى هذا مدير الأعمال طالب من المهندس ساوي له سور حجري وبوابة حجرية، وفوق البوابة الحجرية حاطت هيك لوحة فنية وتربوية وإيمانية مكتوب فيها الملك لله. فهذا وصل على البوابة، الرجل طلع هيك لقى محطوط لوحة مكتوب الملك لله. قال له شو هال؟ قالوا له بوابة حجرية يعني. قال له لا، هذا شو اللي مكتوب فوق؟ قالوا له مكتوب الملك لله. قال له شو الملك لله؟ هاي المزرعة ملكي، أنا صلي 20 سنة غايب عن هالبلد وعم ببعث مصاري عشان تقولوا لي الملك لله؟ هاي المزرعة ملك لفلان، هو يعني حلفوا بالله. يخبرني الطبيب أنه سقط بأرضه، حمل من يعفور إلى مشفى الشامي، فحصوا شلل رباعي غير ردود، جيبوا طبيب تاني شلل رباعي غير ردود، بعتوا الصور والتحاليل على الجامعة الأمريكية ببيروت شلل رباعي غير ردود، على الأردن شلل رباعي غير ردود. الدكتور نما له شيء من يعني القصة، فقال له للأولاد، قال لهم يا أولاد أبوكم نازع الملك في مملكته، إذا أردتم لأبيكم أن يقوم على قدمين لاقوا طريقة تسترضوا الملك. شو بدنا نعمل يعني؟ قال لهم صدقوا، تبرعوا، تبرعوا لأيتام لفقراء، صاروا يفعلوا. يبدو هالأب لسه في بنفسه أنه هذا رزقي، هذا ملكي، هذا عطائي. كل ما تحسن شوي طالعوا من المشفى لوين؟ على يعفور. يوصل على باب المزرعة يسقط أول مرة وثاني مرة، والمرة الثالثة مات في المشفى ولم يدخل المزرعة. لمن الملك؟ لله. كلوا واشربوا من رزق الله يا إخوان. رزق اللي عندكم مو رزقك، هذا هذا رزق الله. الطعام اللي بيتك أقسم بالله حبة زيتون ما تستطيع أن تأتي لزوجتك وأولادك، والله لو منعت منك لما استطعت أن تأتي بها. والله قطرة الماء الذي تنزل من صنبور الماء في بيتكم، أقسم بالله لولا ألطاف الله لشرب الناس من مياه الطين، وقد رأيتم أناسا يشربون من ماء الطين. كلوا واشربوا من رزق الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.